كيف ازيد وزني؟ السؤال اللي فجرت راسي فيه وانت تسالوني كيف ازيد وزني. تعالوا احكي لكم في فيديو اسمه فارماتون ديلي، يستخدم للرجال والنساء، بيحتوي على الكي كومبلكس على البي كومبلكس، يعني فيه شيء بيزيد في الشهيه، كمان بيحتوي على كل الفيتامين اللي جسمك بحاجتها في الاستخدام اليومي، بيعطي طاقه بيصحصحك وكمان بيخليك تاكل اكثر. الدواء الثاني صناعة تركية، بيحتوي شركة ومن اللي هو النساء والثاني رجالي، سعره ألطف من سعر الفارماتون، لكن أنا بالنسبة للفارماتون أحسن كمان سعر شركة أجنبية. اثنين سوبرادين، سوبرادين فوكس من شركة باير، باير الشركة المفضلة عندي صراحة، لهيك أنا بس بدخل الأشخاص اللي عندهم نسيان وتشتت ذهني، بالإضافة إذا هم حابين يزيدوا وزني، يعني أنا عندي بنسى كثير وحابة أزيد وزني. هذا احسن اذا بدي بس ازيد وزني وبدي العب نادي او رياضه، بدي شيء يعطيني طاقه وحركه وكذا، الفارماتون الديلي. وكمان الاشخاص اللي بيلعبوا بالنادي هذا لكم سولجار في 2000، ممتاز جدا للاشخاص اللي بيلعبوا بالنادي بشكل عام، او الشباب اللي عندهم او بدهم قدره عضليه، خاصه بيعملوا بالانشاءات او بدهم مثل ما بيحكوا طاقه كبيره خلال اليوم، حبه يوميا واحده من اي نوع بدكم اياه يوميا بعد الافطار. سلام.